يعني رمضان معرض الكتاب ينتظر الملايين من العام للعام، ايه ابرز ما لمسته في المعرض هذا العام؟ نعم، صباح الخير ليندا، لكن دعينا نتحدث أولا عن هذا الإقبال الكبير الذي شهده هذا المعرض في يوم أمس، وهو اليوم الأول لفتح المعرض أمام الجمهور بعد الافتتاح الرسمي في يومه الأول. يعني بحسب يعني الإحصاءات الرسمية كان أول يوم شهد حضور كبير من الجماهير المصرية والعربية بمختلف يعني شرائحها، بلغ العدد تخطى 131,000 تذكرة في اليوم الأول لفتح الجمهور، ورأينا يعني اصطفاف الآلاف من الطوابير للدخول إلى القاعات الخاصة بمعرض الكتاب. هذه التذاكر التي ربما حجز أكثر من 100,000 تذكرة منها من خلال يعني المنصة الإلكترونية لمعرض الكتاب التي أتاحتها إدارة المعرض لكي تسهل على الجماهير الدخول إلى معرض الكتاب ومنع اصطفاف يعني الطوابير في الخارج، ومن ثم التسهيل على كافة المواطنين. القاعات الخمسة لمعرض الكتاب التي يعني تحتوي على أكثر من 1,000 دار نشر ساهمت في العديد من آلاف العناوين الخاصة بها ليعني استقبال العديد من الشرائح الخاصة بالمجتمع وتلبية الأذواق الخاصة بها. أيضا على سبيل الفعاليات المتواجدة هنا في معرض الكتاب التي يعني يقدر يعني عددها حتى يوم 6 فبراير بحوالي 500 فعالية، هذه الفعاليات التي تتنوع بين كافة المواضيع الخاصة بها واستضافة العديد من الرموز سواء المصرية أو العربية أو العالمية ما بين المفكرين والأدباء والشعراء لكي يتناقشوا على أبرز الموضوعات الخاصة على الساحة الثقافية. أيضا من بين يعني كانت أمس هناك يعني أولى هذه الفعاليات الخاصة بضيف الشرف لهذه الدورة وهي الأردن، كان هناك بحضور وزيرة الثقافة الأردنية ووزيرة الثقافة المصرية أولى هذه الندوات الخاصة بالعلاقات المصرية الأردنية، حيث أكد على ضرورة التكامل الثقافي وأن الوحدة الجغرافية ما بين اللغة والتاريخ المشترك بين المنطقة العربية يساهم في الكثير من إحداث طفرة ثقافية على كافة المجالات. أيضا هنا لا نغفل أيضا يعني معرض الطفل الذي خصصت له صالة خاصة، صالة كبيرة لمعرض الطفل، وتم اختيار الشخصية الخاصة لهذا المعرض وهي كامل كيلاني لكي تكون شخصية معرض الطفل. وأيضا ومن خلال الكتابات الخاصة بهذا الكاتب التي يعني تحكي عن يعني الأطفال، وتم استخدام أيضا بعض التكنولوجيا كمجسمات ثلاثية الأبعاد لحكي هذه القصص للأطفال عن طريق النظارات الخاصة VR. هذه الفعاليات ربما هي داخل القاعات الخاصة بمعرض الكتاب، أما في الخارج هناك أيضا العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها على المسرح والعروض المسرحية من خلال استضافة الفرق الغنائية المختلفة سواء من الشباب أو من الأطفال أو من يعني العديد من الفرق المصرية والعربية، ويتجمع حولها الجمهور هنا في الساحات الخارجية لمعرض الكتاب بأرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.